سجل النجم المصري محمد صلاح اسمه في سجلات الدوري الإنجليزي الممتاز بأحرف من ذهب بعد أن أصبح أسرع خامس لاعب يسجل 150 هدفا في تاريخ البريمير ليج. تصدر القائمة النجم الإنجليزي المعتزل آلان شيرر بتسجيله 150 هدفا في 212 مباراة، يليه مباشرة الأرجنتيني سيرخيو أغويرو لاعب مانشستر سيتي الأسبق بوصوله لهذا العدد من الأهداف خلال 217 مباراة. ثم يأتي النجم الإنجليزي هاري كين لاعب توتنهام السابق ب 218 مباراة، ثم النجم الفرنسي المعتزل تيري هنري لاعب أرسنال الأسبق بمجموع 220 مباراة. يحتل النجم المصري محمد صلاح لاعب ليفربول المركز الخامس 247 مباراة سجل خلالها 150 هدفاً.